قريبا مشروع قانون 152 فرصة استثمارية تحت قبة البرلمان. تخيلوا حضراتكم انه حضراتكم بنتكلم على توطين الصناعة، سيادة الرئيس بيتكلم على توطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، صح، ده هدف مهم. طيب هنعمل ايه؟ عندنا 152 فرصة خاصة بالاستثمارات، فرصة استثمارية دي هنقلل بيها فاتورة الواردات. تفتكروا حضراتكم اتقال عدة ارقام النهاردة قالها المهندس احمد سمير، تفتكروا ان احنا بنستورد دواء ب 4.5 مليار دولار ادوية، وعندنا كم مصنع؟ 177 مصنع دواء. عندنا كم؟ 177 مصنع دواء وبستورد ب 4.5 مليار دولار. طب هل ده يليق؟ يعني ده لما تيجي تقول لي انا عندي 177 مصنع دواء، يا سلام، ده انا كنت اصدر ب 4 مليار دولار مش استورد ب 4.5 مليار دولار. يعني انا عندي المصانع دي اللي اقتربنا من 200 مصنع دواء وبستورد ب 4.5 مليار دولار أدوية. ده رقم واحد. رقم اتنين يقول لنا ايه؟ ورق. استوردنا ورق 650 مليون دولار ورق، وعندي بالمناسبة عندي مصنعين ورق تقريبا او ثلاثة. خد اللي جاية دي ومش عايزكم تضحكوا ولكن تتعجب، علامة تعجب من هنا لحد ميناء السخنة. مش عارف اشمعنى السخنة، لانه الميناء الاكبر هيكون في الشرق الاوسط. 20 مليون دولار بنستورد بيهم ايه؟ ايه؟ 20 مليون دولار ايه هما؟ مسامير. 20 مليون دولار مسامير؟ ما بعملش مسامير في البلد؟ ما عنديش مصانع مسامير توفر لي 20 مليون دولار دول؟ انتوا متخيلين الارقام؟ للدرجه دي البلد بتستورد مسامير ب 20 مليون دولار؟ بنعمل مصانع مسامير؟ بنعمل لسه امبارح رئيس يعني امبارح رئيس كان، ما هو عشان عنده الارقام، عنده الرئيس الارقام وعارف التفاصيل، فعشان كده امبارح بيقول لهم يعني في موظف يوقف الدنيا؟ قال لهم ما حدش يقول لي لا، ما حدش يقول لي تمام، هو ده اللي بيحصل. قال الواقع، شرح الرئيس امبارح الواقع، انه حد يوقف لك الدنيا دي كلها مسامير يا جماعه، 20 مليون دولار. بنعمل ايه في نفسنا؟ بنعمل ايه في بلدنا؟ وعملنا ايه في بلدنا؟ ده في حاجات تانية لو تقعدوا تسمعوها حاجات تشيبك، انه ازاي ده؟ ازاي ده؟ ما هو ده اللي بيحصل. احنا على فكرة حاجتنا كلها كنا عايشين عليها، يعني كنا عايشين كده، بلد اكيد عندنا فائض دولاري، فايه كل حاجة نستوردها، كل شيء بنستورده. ده احنا يا دوب بدأنا نقلل شويه كل شيء. كنا بلد طول عمرنا بلد زراعيه، يا سلام كنا دايما كده، فبقينا قاعدين كده ايه، كفايه بلاها زراعه، وكل حاجه بتيجي من بره. اسهل حاجه نجي نستورد، نزرع ليه؟ وخدنا الارض بنيناها كتل اسمنتيه وضيعنا الارض وضيعنا الدولارات اللي عندنا، ضاعت الدولارات. ما تعرفش كده؟ تعرف ولا لا؟ الدولارات ضاعت. يعني زودنا صادرات، بس الرئيس قال لهم امبارح كلمة مهمة قوي، زودنا تقريبا بثلاثة وكام؟ 50 تقريبا، 35 مليار دولار. بس الرئيس قال لهم امبارح 35، طب منهم كام مستلزمات اصلا من ثورتها؟ كام؟ هو ده النقطة. ما تجيش تقول لي أنا صدرت
ب 100 مليار مثلا، بس مستلزمات انتاج بقد ايه من ثورتها؟ ما انت جبت بالدولار وبروح اصدر واقول صدرت. لا، هي هو انت انتجت بكام هنا؟ انتاجك الحقيقي، تصنيعك المحلي الحقيقي اللي انا صنعته محليا فرص عملي وانتاجي عشان اصدر. لو الرقم ده حقيقي يبقى رقم، لكن هو مش رقم حقيقي، هو رقم على الورق. الرئيس قالها الامبارح بالظبط كده. طيب مستلزمات انتاج ب 30 مليار، يبقى انا كنت صدرته ب 5 مليار. يبقى ده رقم ولا شيء؟ ولا حاجه. بتكلم على بلد بحجم مصر ولا شيء. لما اجي اقول 5 مليار دول ايه؟ 5 ايه هم 5 مليار دول؟ ازاي يعني؟ بنقول ونعمل ومصدر وتصدير واعفاء، فين؟ عايزين نوصل بقى. يبقى ده، يبقى لما اقول بصدر، بصدر رقم حقيقي. انتجت جوه، صنعت جوه، مكون محلي نسبته قد ايه؟ زي امبارح معانا ضيوف امبارح مداخلتين بيتكلموا على الشركات اللي هتيجي تشتغل في مصر، شركات روسيه ولا شركات صينيه ولا شركات اوروبيه اللي عايز يجي يشتغل. هو ده، يبقى انت بتعمل منتج مصري كامل، مش بجمع توطين. سكه حديد النهارده بتعملها هنا، انتوا بالذات بقت تعملها هنا. فريق كامل الوزير معانا اكتر مره اتكلم على كده، كل حاجه النهارده هنعملها هنا. يبقى هو ده التوطين الحقيقي للصناعه. يبقى بوفر قد ايه؟ سكه حديد، قطر. فريق كامل لما كان معانا في مداخله قبل طبعا الازمه، الازمه هي اللي مستحوذه على كل حاجه، قضبان السكه الحديد، فلنكات، كنت بتستورد فلنكات سكه حديد، عمرك ما عملتها، تعملها النهارده في مصر. قطر القطار الكهرباء السخنه اللي هيروح المرحله الاولى اللي هيروح مطروح، تعمله حاجات جوه، تعملها جوه. قضبان السكه الحديد تعملها جوه، عمرك ما عملتها، كنتش بتعمل الكلام ده. عربيات، عمرك ما صنعت عربيات، عربيات مترو ولا مونوريل ولا ال ار تي، قطار خفيف، عمرك ما عملتها. تاخد ال 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 استعين، هات وهات، خد الخبرات واعملها انت جوه. ما بتعمل ده النهارده، وعندك مصانع النهارده في المنطقه الاقتصاديه بتتعمل. عربياتك النهارده نقل، بتصدر، عندك 500 عربيه، عندك 500 اتوبيس اقصد، تعمل اشتغل، ما بقاش ان انا محتاج. لا، هو ده، هو ده، هو ده الشغل. يبقى اعمله، اصنعه بالكامل في مصر، يبقى عندي فرص حقيقيه استثماريه حقيقيه في مصر، توطين صناعه حقيقي. يبقى اتكلم على صناعه. الرئيس اللي عمله فرص استثماريه ما حصلش قبل كده، بيعمل كل حاجه. الرئيس عايز بيجري في الملف ده، بيجري بيجري زي كل حاجه، بيجري زي ما جري في السلاح، زي ما جري في السلاح. بقولها بأعلى صوتي، أصرخ، زي ما جري في السلاح عشان أوصل النهارده. لما الرئيس يقول امبارح مصر دولة قوية، لا تمس، يعني الكلمة لا تمس، لأن كله عارف إنها لا تمس، وإن محدش يقدر يقرب لنا، محدش يقدر يقرب لنا ولا يهوب عندنا أبداً، لا كبير ولا كبير. هي دي مصر، وكله عارف قوتها، وكله عارف ما لديها، ما لديها. مش كل ما يعرف يقال، ما لديها. وبالتالي جري جري مبكرا